بلغ مرض التسوس ذروته القصوى، فنصف سكان العالم مصابين بالتسوس. وأما العالم العربي فتصل النسبة إلى 96%، وفي الخليج وحده فتصل إلى 90%، ومنها في السعودية وهي الأعلى بنسب التسوس 95%، الكويت 90%، قطر 85%، الإمارات دبي 65%. هذا مما دفعنا بتكوين مجموعة باحثات طب الأسنان المبدعات FCDS Group للحد من ارتفاع نسبة تسوس الأسنان ونشر الوعي بين أفراد المجتمعات ومشاركة الناس بالمهرجانات والأيام العالمية وزيارة الحضانات والمدارس ودور التحفيظ وذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز الأيتام بتقديم كل الخدمات الممكنة للحد من أمراض الفم وانتشارها. فبحمد الله انطلقت المجموعة بتاريخ 8/1/2016 بإشراف من عيادات سمايل آرت متمثلة في الدكتور محمد الوهيبي المشرف العام على العيادات، وبقيادة من مؤسسة المجموعة الدكتورة دعاء عكيلة. ويتراوح عدد أعضاء المجموعة إلى 6 أشخاص، وهم المهندس ماجد الجماعة المشرف التقني، الدكتورة يارا الشيخ، الدكتورة حورية أبو نعيم، الدكتورة ياسمين سالم، الدكتورة هنادي الصقير، الدكتورة أسماء ميدون. مع ارتفاع نسبة التسوس في الأسنان في المجتمع، كم نحن بحاجة إلى مجموعات توعوية كمجموعة باحثات طب الأسنان المبدعات لتقليل نسبة التسوس والحفاظ على أسنان سليمة؟ محمد أبو عبيد إعلامي. مجموعة باحثات طب الأسنان المبدعات ركزت باهتماماتها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، فشاركوهم دعمكم. أخوكم حبيب الحبيب. مرحبا. في زمن وضوح همة الشباب وانتشار الفرق التطوعية، طبعا برزت باحثات طب الأسنان المبدعات بوضوح رسالتهم وأهدافهم. نتمنى لهم كل التوفيق. تحياتي خديجة الوعل MBC FM. كثيرا ما نسمع أن فقدان الأسنان يكون بسبب اللثة، وذلك بسبب قلة الوعي في المجتمع، فنحن بحاجة لمجموعة تطوعية كمجموعة باحثات طب الأسنان. مع تحيات جاسي كرم. مجموعة باحثات طب الأسنان المبدعات يعملون من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة، وعشان كذا لازمنا ندعمهم كلنا ونوقف معاهم. أخوكم محمد القناص. مع ارتفاع نسب التسوس في المجتمع، نحن بحاجة لمجموعات توعوية كمجموعة باحثات طب الأسنان المبدعات للحفاظ على صحة الفم وتقليل من تسوس الأسنان. تحياتي أفنان فؤاد فنانة.